هنعمل دلوقتي المافن بالقرنبيط والجبنه. هنعمل ايه؟ عندي 350 جرام من القرنبيط. القرنبيط ده يكون مسلوق، يكون فريش، يكون فروزن، اللي موجود عندكم مفيش مشكله خالص، بدل القرنبيط بروكلي او الاثنين مع بعض ماشي الحال برضو. وبعدين عندي 5 بيضات، كوبايه من الجبنه التشادر المبشوره، ممكن تستخدموها لايت، ممكن تستخدموا بدلها فلامنك، جوده، موتزاريلا، براحتكم. كمان ممكن تحطوا جبنه بيضه على فكره. عندي ملح وفلفل، طماطم تشاري، وسبانخ صغيره او جرجير او سلق او ريحان. اوكي، طيب هنعمل ايه؟ هنجيب الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هحطها القرنبيط. بسم الله. خليهم كلهم احسن. هحط البيض. يبقى حطينا القرنبيط، نضربه الاول ضربه كده بسيطه عشان ايه ما انزل معاه البيض، ما ايه ما يصعبش عليا العمليه. يبقى قرنبيط او بروكلي او الاثنين على بعض، مسلوق او فريش مش مشكله. كويس جدا. هعمل ايه؟ هاخد عليه ملح، ونخلي بالنا ان الجبنه مملحه فما نزودش الملح قوي. فلفل اسود، وانا زودت نقطه كمون علشان بس القرنبيط ما يعملش نفخه ويضايقنا. وبعدين هاخد البيض هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده ايه؟ الخمس بيضات. عايزه اقول لكم طب دي ملحوظه مهمه، انا عندي هنا نقطه قشره وقعت في البيض، اخدها بالبيضه نفسها، دي اسهل طريقه. اهي بصوا في ثانيه طلعت معايا، دي اول ملحوظه اهي. تاني ملحوظه عايزه اقولها لكم، انه البيض عشان نعرف هو طازه ولا لا، لانه طبعا دلوقتي احنا في وقت حر جدا، وممكن البيض لما نيجي نجيبه من اي حته يكون مش متخزن كويس او يكون قديم. فاللي بنعمله ان احنا بنحط البيضه في كوبايه فيها ميه. اذا البيضه دي غطست تحت خالص بتكون هقول لكم حاجه، يلا نشغل بس زكسك. كويس قوي، وانزل الجبنه وهسيب شويه احطهم على الوش واشغل. كويس قوي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد معلقتين وابتدي اصب هنا الخليط ده. يا هبه، حادثه يا هبه. الو، ازيك يا هبه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه اعرف طريقه عجينه الحواوشي. حاضر عينيا، حاضر عينيا. هحط هنا كده. يا مدام زينب. الو يا زينب، ازيك؟ كويس الحمد لله حبيبتي. امور يا زينب. طريقه الايس كريم بالشوكولاته. حاضر، اوكي. وبعدين هقوم جايبه الجبنه اللي انا سبتها للوش، وانا زي ما انتم شايفين كده بحاول ان انا انضف اول باول التري بتاعتي عشان ما فيش حاجه تتحرق. اولا التري حرام تبوظ، ثانيا الريحه والطعم بيتغيروا.
وبعدين هقوم جايبه الطماطم التشيري واقوم واخده ايه حاطه منها كده. ممكن نستخدم العجينة السحرية في الحواوشي أو بنعمل لها عجينة العجينة البسيطة اللي هي بتبقى إيه؟ بتبقى دقيق، رشة ملح، مية للعجن وشكرا خلاص. دي العجينة البسيطة اللي بتتعمل منها العجينة الحواوشي. ممكن بقى أزود معلقتين زيت للعجينة كمان مش هيجرى حاجة. وممكن طبعا تتعمل بالعجينة السحرية مفيش مشكلة خالص. خلاص كده؟ وبعدين اقوم جايبه ورق السبانخ او الريحان. لا خلاص احنا كده تمام، متشكرين جدا. ونحط كده ايه منها زي ما قلت لكم سبانخ، جرجير، ريحان، اي حاجه هتديني طعم وهتديني فايده وهتديني لون في الوصفه فاللي موجود اوكي. كلمتكم انا عن السبانخ دي قبل كده عشان اتسالت عليها كتير. دي سبانخ مش السبانخ البلدي بتاعتنا وموجوده في السوبر ماركت، واللي مش هيلاقيها يفرم سبانخ عاديه بتاعتنا ويستخدمها. اوكي هدخل دول على الفرن.